زيارة هي الأولى لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تونس بعد المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد بدعوة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. زيارة تتنزل في إطار تهنئة الشعب التونسي بنجاح تجربته الديمقراطية، فضلا عن تداول أبرز مستجدات الشأن الفلسطيني. الرئيس الفلسطيني أبو مازن أراد أن يهنئ الرئيس التونسي المنتخب الباجي قائد السبسي باستكمال المسار الانتقالي في تونس وبانتخابه كرئيسا للجمهورية، ومن ناحية ثانية سيتم التحاور والتشاور بخصوص آخر التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية. وعلاوة على البعد السياسي، فأن الزيارة قد تعيد طرح جملة من الملفات بين الطرفين التونسي والفلسطيني، أبرزها مسألة نقل أرشيف السلطة الفلسطينية الموجود بتونس، وهو ملف بقي عالقا منذ انتقال قيادات منظمة التحرير من تونس إلى رام الله بناء على اتفاق أوسلو في 1993. قيادة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير استبعدت تناول الموضوع في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الوثائق الفلسطينية لا تزال محفوظة في مقر الإقامة السابق للرئيس ياسر عرفات. حتى الآن لم يظهر هذا الموضوع، وهناك من يحافظ على هذه الملفات في المنزل كما قلت الذي يعيش فيه المنزل الذي كان يعيش فيه الأخ أبو عمار رحمه الله. المصالحة الوطنية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس من المحاور المطروحة في زيارة عباس، في ظل استعداد عربت عنه حركة النهضة للوساطة بهدف توحيد الصف الداخلي الفلسطيني وإنجاح الحوار بين مختلف الفصائل. سنستمر في بذل الجهد في توحيد المنظمات الفلسطينية وفي توحيد كلمة الشعب الفلسطيني عبر مؤسسات ديمقراطية وعبر مؤسسات منتخبة، لأن في وحدة القوى المناضلة في الفلسطينية قوة للشعب الفلسطيني وقوة للقضية الفلسطينية. أبرز التطورات الداخلية والإقليمية ستمثل محاور مشاورات الرئيس الفلسطيني مع نظرائه التونسيين، إلى جانب ملفات العلاقات التونسية الفلسطينية المشتركة، وسط حديث عن إمكانية لعب دور سياسي تونسي في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية. وجدي بن مسعود، العالم، تونس. التي شهدتها البلاد بدعوة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. زيارة تتنزل في إطار تهنئة الشعب التونسي بنجاح تجربته الديمقراطية، فضلا عن تداول أبرز مستجدات الشأن الفلسطيني. الرئيس الفلسطيني أبو مازن أراد أن يهنئ الرئيس التونسي المنتخب الباجي قائد السبسي باستكمال المسار الانتقالي في تونس وبانتخابه كرئيسا للجمهورية، ومن ناحية ثانية سيتم التحاور والتشاور بخصوص آخر التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية. وعلاوة على البعد السياسي، فأن الزيارة قد تعيد طرح جملة من الملفات بين الطرفين التونسي والفلسطيني، أبرزها مسألة نقل أرشيف السلطة الفلسطينية الموجود بتونس، وهو ملف بقي عالقا منذ انتقال قيادات منظمة التحرير من تونس إلى رام الله بناء على اتفاق أوسلو في 1993. قيادة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير استبعدت تناول الموضوع في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الوثائق الفلسطينية لا تزال محفوظة في مقر الإقامة السابق للرئيس ياسر عرفات. حتى الآن لم يظهر هذا الموضوع، وهناك من يحافظ على هذه الملفات في المنزل كما قلت الذي يعيش فيه المنزل الذي كان يعيش فيه الأخ أبو عمار رحمه الله. المصالحة الوطنية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس من المحاور المطروحة